ومن العراق مشاهدينا إلى لبنان، هناك دشن ناشطون حملة لجمع تبرعات بهدف شراء سيارة جديدة لمحتجة لبنانية احترقت سيارتها أثناء مناوشات بيروت التي حدثت في الآونة الأخيرة. واحترقت سيارة المحتجة اللبنانية فرح مرعي أثناء توقفها على بعد أكثر من 100 متر من ساحة الشهداء في بيروت. وبعد أن هرعت لمكان السيارة اعترت فرح نوبة ضحك وأخذت تلتقط لنفسها صوراً بجانب حطام السيارة وهي تشير بعلامة سلام. أنا كنت بالبيت لما سمعت الخبر أنه احترقت السيارة، فجيت لهون دغري، يعني لبست وجيت وشفت السيارة محروقة، فردت فعلي كانت هي أنه الضحك بطريقة شعور لا يوصف. الدعم يلي إجاني، الحب من العالم يلي إجاني، وقفت كل هالشباب حدي، يجيني مسجات من ناس ما بعرفهم حاكيين حكي، يعني أنا عن جد مصدومة صراحة هيك، وكبر قلبي وكتير يعني الحب 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 يلي موجود هو موجود وما تاخدوا منا. والحمد لله أخدت ضجة كتير حلوة، وفي كتير أيادة بيضة ساعدت على فرح، هذا الشيء كتير حلو أنه هون بيّنوا الشعب اللبناني كله بإيد وحدة. كان عن جد وصل رسالة لكل العالم، ما في شيء بيوقفنا.